يا بابا هيك تركتي تحترق؟ ضيعت مصاري وضيعت البيت. والله هاد شكله ضاع. يدوب لك البوصة بالمر. ريس شو عم تعمل؟ عم تاكل بطاطا من الصبح؟ بس الماما عم تسوي فطور اللي بيوجعك بطن، ما بصير تاكل بطاطا على الريق. بابا وكيف مش هي بابا؟ هات لشوف. أول شي لازم تفطر بعدين تاكل بطاطا، اعطيني اياها لشوف. اعطيني اياها أعمل لك، هات. شو هاد يا؟ أحسن شي راح آكل بوظة. دينيز شو عم تعمل؟ شو عم تسوي؟ تعال هون تعال هون تعال شو عم تعمل؟ ليش اخذ بوظة؟ تاكل بوظة مكتير بوظة من الصبح بدك تاكل بوظة من الصبح؟ أول شي فطير بعدين كل بوظة. أنا بعطي إياها. لا ما في. يلا بابا ماما لا عندك ماما هوني أخذ أول شي إيه البلد ما تحسن. شوفي بابا ليش هيك عم تضحك؟ ليش قاعد عم تفرج على الموبايل؟ موبايل من الصبح؟ شو صار لك يا بابا اليوم بسم الله؟ ما قلنا لك ما بصير تضل ماسك الموبايل؟ ما قلنا لك 100 مرة لبقى تاخذ الموبايل بدون إذننا؟ رح تنزل هون الطب ورح تبدأ شو في يداي خلقي؟ تبقى خبر صوت هاد دنيز تسوي بابا شو عم تسوي حبيبي ليش عم تفرج على فيلم رعب حبيبي ليش هيك عم تفرج على فيلم رعب لحالك طفلك بابا عم تسلى ما بصير يا حبيبي لساتك صغير انت عليك افلام بعدين بتصير بتخاف في الليل ما بتقدر تنام لا انا بخاف تلف عم تغلق قلولي لا مش هلك ما بصير تسوي هيك شغلات شوفي شوفي يا بابا ما بصير تسوي تفرج هيك شغلات شوفي يا بابا ليش صوتكم طالع عم تفرج على فيلم رعب على التلفزيون فيلم رعب ما بصير يا ماما ما بصير انت لساتك صغير تتفرج على هيك افلام بتخاف يا اتمنقى شو قصته الولد اليوم صار اربع خمس مرات بتقتل معه شغلات ما لازم يسويها ما بعرف شو قصته عن جد والله غريب اليوم كثير زعجني ومفكر انه نحن ضده يعني لازم نلاقي حل خلص جد حاج بقى خلص احسن شيء رح لهنا صدنا لهلو يلا هلا بس في رح له قرارنا احسن شيء ماشي صباح النور اهلا وسهلا صح النوم فطور ايه رح ساوي فطور بس اول شيء في قرار بدنا نخبرك اياه اخذناه انا والبابا شو هو قررنا انه نخليك تعمل كل شيء بدك اياه ليوم كامل عجل خليك تسوي كل شيء بدك اياه كل شيء بيجي على بالك من اكل بدي اياه وعلى بدي اياه كل شيء بدك اياه فيك تعمله وتاكل يلي بدك اياه بس بشرط شرط انك تحمل مسؤوليه كل افعالك نحن ما رح نمنعك عن شيء تسوي اللي بدك اياه وبتتحمل مسؤوليه كل افعالك ايه ماشي وافق خلص تمام اذا موافق روح ساوي اللي بدك اياه ايه بدي اروح اكل بطاطا وبوظه حتلاقي كثير ما بدك تفطر يعني؟ لا بدي افطر بدي اكل بطاطا وبوظه هلا فورا فقت بدك تاكلهم؟ ما بصير يا ماما انا خليك انت تقولي سوي اللي بدي اياه يعني ياكل بده اياه ياكل خلص روح شو هاد لا حول ولا قوة الا بالله بابا بعدين بدي روح مكانتي لحالي شو بدك؟ بدك تروح لحالك؟ بدي روح لحالي كيف يا ماما بدك تروح لحالك؟ ليش انت من امتى بتروح لحالك؟ انا بعرف بدي روح مكانتي لحالي لك يا اخ ما بصير شو يروح لحاله؟ انت دخلكم انت عطوني مصاري بس ما بصير يا ماما شو تروح لحالك؟ لا نحن قلنا لك تسوي اللي بدك اياه بس مو تروح لحالك ما رح نخليه صح؟ لا ما رح نخليه على كيفك ما في روحه هلك يطلع لك كلب او شي شغله انت بتقول لي شو بدي اياه بدي روح عندك بدك تسكنه شو يا بابا شو رايك؟ نخليه يعمل ويتحمل المسؤوليه؟ اعطيه مصاري وخليه يتحمل المسؤوليه ماشي يلا روح
خود هاي مصاري روح اشتري لشوف. رايح لحالي. يلا نشوفك يا بطل. لك بابا ما رح نتركه لحاله، روح الحقه. روح بدون ما اشوفك. بسرعة يلا. وين راح؟ وين راح؟ راح روح من هون ندور عليه. لك شو بالأرض؟ هدول مصاري؟ هذا يمكن موقع مصاري والله. عالو ماما وخالد جاني. معناته أكيد راح يكون لقدام، راح روح ندور عليه يلا. جاي وين صرت أنا؟ ليكو ليكو هادو وليكو قدام، رح راقبه من بعيد شوفهم بده يروح. وين مصاري؟ ضيعت مصاري وضيعت البيت. هاد ما عرفان وين رايح، ما عم يعرف يروح على الماركت، والله هاد شكله ضاع. يا الله وين مصاري؟ ليكو ليكو خلص شكله ضاع على الاخر، رح نروح نجيبه. دنيس بابا؟ حبيبي شو عم بضيع؟ ليش هيك يا حبيبي؟ مش حبيبي تعال معي البيت، مشي بابا مشي. شكلهم اجوا. فوت اشوف قدامي. شوفي شوفي. شو بقول ليش عم يبكي؟ فوت قدامي لشوف. ليش عم يبكي؟ كان ضايع انا لقيته، مضيع مصاري، رحت دورت انا يوم بالشارع ما لقيته. عن جد مضيع المصاري؟ وين ضيعت المصاري؟ وكيف ضايع؟ ضايع ما عرفان يرجع على البيت. قلت لي بتعرف تروح لحالك؟ بابا عيدة. هاي نتيجة تصرفاتك الغلط. يلا الغدا جاهز يلا. واو محشي. ايه محشي اليوم الاكل كتير طيب. شو ما الاكل بابا؟ ليش انت عاملي محشي؟ شو ما بدك محشي كتير طيب المحشي. تعال شوف ما اطيبه. تعال بيتزا. بيتزا شو ما في. تعال تاكل معنا الاكل محشي كتير طيب هذا. يلا تعال ليك شوف ما اطيبه. يلا شوف ما اطيبه لك المرأة كمان. يا سلام كتير طيبات بشهو. تعال أكل بيتزا. بيتزا شو؟ بيتزا الدجاجة وعبة. لا ما في. تعال يلا. لا بدي بيتزا. رح خليه يعمل بيتزا بس ما رح ساعده. طيب. ما رح ساعدك أنا. أنت ساعدني بعد أسوي لحالي. طيب تعال خد بس دوق هاي. شوف هاي صغيرة على قدك بس دوقها. دوقها دوق. حرام تقولي يا هالأكل حرام. روح سوي بيتزا. طيب روح روح راح اتركك على راحتك. يلا روح روح سوي لحالك. يلا روح سوي بيتزا لشوف. يا بيتزا يا 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 بس هاك بيتزا الالعاب المحشي. الله راح حطه. احطها ساعة كاملة. افوت العب بيتزا تخلص اخر فتي. لك بابا شوفي في ريحة حريق مو؟ شوفي ريحة شو؟ ريحة شيء عم يحترق. ايه والله في ريحة شيء. ماني حاطة شيء انا هالنار. شو شو الريحة؟ شو قوم قوم شوف. بسم الله شو صاير؟ شو هاد؟ شو هاد؟ ايه؟ هاد ترك البيتزا وراح. ترك البيتزا بس يانا. احترقت. طفي طفي الفرن. طفي طفي. دينيز وينك؟ دينيز شو هاد بابا ليش هيك ترك البيتزا؟ يوفي يوفي كيف نسيت البيتزا كيف؟ يا بابا هيك تركت تحترق. شوف كيف صارت فحمت. ليش هيك تركت تحترق ليش؟ زينك يا ربي منك. كان يا بابا لو احترق كان احترق الفرن صارت الصالة عنا بالبيت. كان احترق البيت هلا. لا قوة الا بالله. هاي اللي بترك ولد يعمل اللي بده اياه. يلا جوتا محشي. ما ضل يا حبيبي محشي خلصناهم كلهم. وانت لك ما بدنا زعتان طبخين على قدنا نحنا. قلنا لك تعال كل معنا ما رضيت. خالص خليك جوعة. تحمل نتيجة أعمالك. لو جوعة خلص تعال شغلة. بكرة بتمرض بصير شيء ببطنك. بلي أنا عجبالي. إيه روح كل تصفر. رح خليه ياكل رح خليه يعمل رح خليه لآخر اليوم. لا يخلص 24 ساعة. لا لا ده يا عيني اكلت شوكولا. دينيس شو عم تعمل؟ بس لك شو هاي؟ هاي ليش عم تبدل نربيش؟ شو عم تسوي؟ ليش ما بدل نربيش؟
بدي اسبح. وين بدك تسبح؟ بالمي. بدي اسبح بالمي. بدي صيح للبابا هلا بتشوف. هيك يا بالي انا. ماشي هلا بشوف كيف رح اقول للبابا عليك. بابا تعال تعال شوف دينيس اخذ وشي كتير كتير. شو مسوي؟ رايح مدد النرويج واخذه على الحديقه، قال بده يسبح بالحديقه. يا تعال تعال هذا كتير اخذ وش. تعال انا بشوفي شو المراه هلا بيمرض. ايه هلا بيمرض ما سمع علي، قال هيك انتم ما دخلكم. دينيس شو مسوي؟ شو مسوي؟ ما عم يرد لك دينيس. تعال هون شو مسوي بحكي معك. ما بصير هيك يا ماما. ما بصير بابا. تعال انزل هون. تعال هون نشوف. شو عم تساوي؟ أنا هيك يا بني ساوي اليوم أطولي يلا. أنا بدي هيك ساوي. أنت ما كنت تغلق. لك المي باردة كتير هلا بتمرض. شو هاد زنت خالص؟ خالص هذا شقد في شغلات بده يعملها نحن حاربينه منها. ولاد هلا بتمرض بتمرض. خلص تكتبي أقول أنا هيك مبسوط. أنت هيك مبسوط هاد لشوف. عشان تنبسط مظبوط. خليه ينبسط مظبوط عن جد. بان ليش خايفان؟ قرب قرب. ليش خايفان؟ ما انت هيك مبسوط؟ وشك معه؟ لا 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 لا. وشك؟ لا لا. واحد اثنين. لا لا. يا ربي جن الصبي جن جن خالص. هلا بتمرض حاج. عم بخ لك بخ علي. خلص دينيس حاج حاج يلا حاج حاج حاج. يا ربي جن الصبي. لا 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 لا. حاسه هذا يوم السعد عنده. عم بخ البابا ولاد. هرب هرب هرب. هذا آخر يوم بحياتك. ما عم بقدر آخذه منه يا الله. لك تعال خلصها منه خلصها. برش عليه. وأنا عليه برش. لك طلع طلع. لا ولا لا. لا لا. تعال أنا أنت روح من وراه وأنا من بلهي من قدام وخذه منه. يلا ماما. تمام يا. ماما تعال أقول لك شغلة. تعال أقول لك كيف تلعب فيه مظبوط. تعال. أخذنا منها. أخذنا. أمين يا بابا العام. وأخيرا فلتنا. أمين العام المصرحة. أمين العام المصرحة. حاجة أنا أشوف فيكم. وين رايحات؟ لك هلا بتمرض ولاك. شو بوسه انت مي؟ لك هلا بتمرض. لك تعال تعال خلصها يا بوسه. وكمان عم تحمم بالمي. شو لك هلا بتمرض. هات هات ولاك. بدي روح بدل ثيابك بعدين تاكل بوسه. روح بدل ثيابك ونشف حالك بعدين تاكل بوسه. انا هيك بدي هيك يا ولد. يا يا ربي يا ربي هالولد مجنون خالص. عن جد يا ربي يخلص هاليوم على خير يا رب. يا رب يا بوسه بالبلد. والله إذا مرضت ماني أخذتك على الدكتور. أنا بشوف فيك يا دينيس. أنا حملة تدخل لك بدأ يا كموي. لسه يا رب لسه عم يكمل لعب بالموي. الله يثبت علينا العقل. يدوب لك البوزة بالموي. خلصت وأخيرا الله يسترك من شي مرضى. خود خود نشف حالك بسرعة يلا وفوت غير ثيابك يلا. والله بدي شوكولاتي. دينيس شو عم تعمل؟ شو هدول؟ هدول بسكوت. ليش شوكولا؟ ليش كل هالشوكولا؟ وهي شوكولا. ليش كل هالشوكولا يا ماما؟ هيك يا بالي داخل اخف بعدين. لك تعال اكتر عليك. تعال هون لك اكتر عليك. تعال. لك يا ماما ما بصير ما بصير كل هالشوكولا. حرام حرام ما بصير. انت ما قلت لي انت لسه بدي اياها. تمام ماما بس ما تاكل كل هالشي حرام بيعطل اسنانك. بس هلا اكلت بطاطا وبوظه. يا ربي دخيلك. ما دخلت روحي. ما طيبة هاي أحلى يوم بحياتي. لا بعد فلسة تمتعد. شبك دينيس شبك ليش عم طالع أصوات؟ ما نمت لسه؟ ليش معك الموبايل؟ شو عم تساوي؟ أنت
تتفرج على فيلم رعب؟ ليش عم تتفرج على فيلم رعب؟ طيب ما بدي كبس فيلم. لك يا ماما ما بصير تتفرج على فيلم رعب قبل ما تنام، ما بتقدر تنام. هات الموبايل. عم تكلم فيلم. شو بهالصوت طالع؟ شو عم تدش كمان؟ عم تتفرج على فيلم رعب. تمام الموبايل. لا بدي تقول لسه بدك اياه. طيب خلص تركي. تركي يتفرج على فيلم رعب؟ لك هلا ما بقدر انام ليل. معلش خلص تركي، انت شو بدك تركي؟ لا بدنا ما نجي خلفا. بابا 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 أساس يحلم عند بابا وماما سيوحي يحلم تحت خطا. بابا وماما يا بابا مالك نام جنبكم؟ شوفي بابا، شوفي دنيس ليش جاي، ليش فايق من النوم؟ مالك نام جنبكم والله غفت كتير، في واحد لاحقني بالله. هي لأنك هتتفرج على أفلام رعب بالليل. قال لك ما تتفرج على هاي الأفلام، ضليت ساعة عم تعاندنا ما في نوم جمنا. يلا روح نام بغرفتك. يلا على غرفتك. قلنا لك لا تتفرج على أفلام رعب. حبابا أنا بدي خايفة. ما في، يلا على غرفتك. ما في على غرفتك. يلا ضليت ساعة. تعال أخذك أنا. يلا روح على غرفتك. يلا تعال أخذك. يلا روح، لا بقى تتفرج على أفلام. يلا تعال. يلا شان تاني مرة تسمع كلامنا. يلا شبك شبك يب شبك. اوه يا بطني شبها يب. بسم الله شبك ماما شبك. مامي كتير بتوجعني. ناني كمان. هاي بلشت النتائج تطلع، بلشت نتائج الشيء اللي كنا عم نحاول نمنعه عنه. حبابي ماما قدره على الدكتور. شو رأيك بابا، برأيك ناخده على الدكتور؟ اكيد ما رح ناخده على الدكتور. ما رح ناخدك على الدكتور. قلنا لك ما بصير تاكل هالشغلات، ما بصير تشرب هالشغلات، وبدك تدير بالك على حالك. ما كنت تسمع كلمتنا. اه انت فكر اذا نحن منعناك عن الاكل البوظه والشيبس والشوكولا يعني نحن ما بدناك تاكل؟ نحن عم نحكي مشان مصلحتك، لهيك عم لك ما تاكلهم مو مشاننا. هيك كمان تحت عيونه اسود هذا، ما نايم كل الليل من فيلم الرعب اللي كنت عم تتفرج عليه. وقلنا لك ما تتفرج. اي وكل شوي يجي لعندي بالليل. حبابي ماما حبابي ماما، مبسوط هيك انك عملت كل شيء بدك اياه؟ هذا المرض كمان من المي اللي كبيتها على حالك والبوظه اللي صرت تاكلها. حبابي خذوها على الدكتور. اخسناني. ما في، ما رح ناخذك على الدكتور. ما في لا دكتور ولا شيء. سلام الله بطنك بتوجعني. طيب عرفت انه نحن كان عم نقول كل هذا الشيء لمصلحتك؟ تعلمت من غلطك؟ ايه انا كثير غلطان، انا اسف. طيب خلص قوم ناخذك على الدكتور قوم. وهيك بكون خلص الفيديو. عرفت يا ماما ليش لازم تسمع كلام اهلك ولازم ما تقول لهم لا اذا قالوا لك على شيء لانه على مصلحتك؟ ايه ماما عادي شيء. اذا عجبكم الفيديو؟ انت تسحب طالعي، لا تسحب، اشتركوا بالقناة، بنحبكم كتير. باي باي.